الفنان محمد بالمشري صانع العود أكثر من 40 سنة، متحصل على الميدالية الذهبية كأحسن فنان في صناعة الآلات الموسيقية. صناعة العود الشرقي المعروف بالمقاييس نتاعو والأوتار نتاعو، زدت ثاني خدمت العود العربي والقويطرة والمنضول وآلة القانون. مشارك في عدة معارض دولية ومعارض كذلك وطنية وكذلك معارض محلية على مستوى مدينة الأغواط. أول سفرية اللي درتها المشاركة نتاعي الأهم هي كانت في دمشق، عرضت مع صناع كذلك صناع الآلات الموسيقية مع عازفين وصناع العود في المشرق العربي. هذه كانت في بداية الحياة نتاعي، وفي ذيك السنوات اللي كنت في دمشق خضيت كل المقاييس نتاع العود الشرقي. خدمت العود الشرقي. كي جيت الجزائر طورت الصناعة نتاعي ووصلت حتى خدمت آلة القويطرة، هذه آلة القويطرة المعروفة في الموسيقى الأندلسية في الجزائر العاصمة. ومن بعد خدمت كذلك الموندول اللي نحتاجوه في الموسيقى الشعبية، وبالإضافة إلى العود نتاعنا، العود هذا اللي احنا نقولوا الشرقي اللي يحتاجوه كل الموسيقيين وكل العازفين. والشيء الاهم اللي في السنوات الاخيره هو العود العربي اللي ثاني راح يتفقد، راح ثاني بعض الصناع اللي راه يمكن يخدموا ثاني راح والله يرحمهم. انا درت بحث كبير وفي هذا الصناعه في صناعه العود العربي، وخدمت العود العربي اللي يحتاجوه في الموسيقى المالوف في الشرق الجزائري، والحمد لله يعني نجحت في البحث نتاعي وختمت العود العربي. هذا العود اللي كان راح يكون يعني في انقراض ولا راح يكون يعني راح ينقرض على في الصناعه، لكن الحمد لله انا مع البحث ومع كذلك مع الاعانه في بعض الفنانين في قسنطينة استفدت يعني من الخبره نتاعهم. صناعة نقول لك باللي كانت معروفة هنايا في الأغواط من الثلاثينات، كان الحاج مبروك الجودي الله يرحمه هو اللي كان الأول هنا في مدينة الأغواط اللي صنع آلة العود، وربما من الأوائل، خاطر كان ثاني صانع آخر الله يرحمه توفى ثاني يقولوا له سي محمد خنيفر اللي كان في العاصمة، واللي علمني أنا كذلك سي عبد الجليل حسين الله يرحمه في تلمسان. هذون سما خذيت عليهم تقريبا الصنعه، كيفاش نركب العود، كيفاش التصميم، كيفاش المقاييس. هذون بالنسبه للصناع اللي الله يرحمهم اللي توفاو. وما ننساش كذلك الشيخ الحلبي بدمشق اللي علمني ثاني المقاييس نتاع العود ونتاع القانون، يعني خذيت منه الكثير من المعلومات. اذا هذه الصنعه قلت لك انا تعلمتها من الصغر، صح يعني كنت متولع بها يعني في خاصه في التصميمات نتاع الزخارف والتصميمات نتاع الخشب. واليوم نقول الحمد لله راني هذه بعد 40 سنه راني كيما نقولوا نقدر نصنع العود بكل مقاييس، وخاصه الصوت هو الاهم في صناعه العود. اذا ما نجحش الصوت يعني مش ناجح العود، لازم ينجح الصوت قبل الصناعه.